معكم محمود من الدام سهيل نفار اخوي معاي باللازمة وفي معانا محمد من ال من البي ار اخوي ادينا البيت ادينا البيت Hey what's up my name is Wadi كلمات بتطلع مني هي اللي بصير تحكي تحكي عن مشكلة اللي بعيش منها وبعاني صرت اسمع صوت لما سنشغل بوداني طب ما حد يراعي ظروفي لما انا ما بحكي ولما بكون بيزي للناس بحل الحكي ولما بكون اويه برجع بلاقي رصة من الناس اللي فتالي ايميلات مرتصة ما في غير رسالة مختلفة الاسامي والجملة هي هي واصبحت كتير خنقاني انت يا دي حالي ايه بس ما بفهموا النوي اهتمام على الشات وكثرة الحكي طيب على شو بحكوا على ايش كتير فاضي متل حكي على البنات وفلاني وعلانيه متل الطلع على النورس ونكشة الراس والولدة اللي تحت المي في المسبح الدعوة بي شفت واحدة بغرفة دردشة قلت لها انه انا كتير حلو وكتير كتير اقوى مني بروسلي يا حبيبي يا حبيبتي شفت واحدة بغرفة دردشة قلت لها انه انا كتير حلوة كتير احلى من هاي الفوادي يا حبيبي مرحبا يا حبيبي انا اسمي محمود بدي احكي عن مشكله بنعاني منها هين عن الناس الساكته صوتهم بتلاقي دايما بلامس هين وبالتشات بيحكوا باسامي مختلفه مرات متخلفه مثل امي نيم ببطل بعض مسجات عايشين بافلام مسيطر العائل هن اللي عايش كم مايكل جاكسون نازل طول النهار يحوم على الروم مكتوب عليها اولاد من تحت ال 12 واللي تصور حلقه عرضت اجزاء الكل يقولها هاي بس لو عن جد يعرفوا مين هاي اول كلمه بيحكوها باي واللي عايش بفيلم دون كارليون طول الوقت بيضيع اخوي اكتل على الكيبورد بتلاقي شي مشان بالحياه واللي بيطلش متكف بيصنم نفس نفس من اللي مسمي حاله أرجيلة خود مش نافع زلمة تقيلة وفي البنات طلعت نزلت بس من جنن لولا تتأصوع بالكلام تخلي الولد يقعد مبلم بالساعات وامه تقوله وهو يقولها هو راضي ينام اسقط عيب اللعب مش علي لعب على الزمان وفي المناضل يدخل يقولك يلا حارب قاتل هو قاعد بالمكيف شارب ويسكي هذا واحد خامل حامل قضية بالانترنت بالحقيقة بيبيعها للي يزود وهي حياتنا بزمن اللي يهود يهود شفت واحدة بغرفة دردشة قلت لها انه انا كتير حلو وكتير كتير اقوى مني بروسلي يا حبيبي يا حبيبتي شفت واحدة بغرفة دردشة قلت لها انه انا كتير حلوة كتير احلى من هاي الفوادي يا حبيبي يا حبيبي سادات اخويا جوكر بالنسبة لطرحك للقضية القضية طرحناها مش عطاولة تفوضية بس كل مالك تسأل واحد يزئت العملية صح والوضع العادة مطبوخ ونحنا في الطبخة عايمين ما إلنا حق نقرر لأن أصبحنا مستويين مشان هيك نبلش حامي مع شوية كلام لا عن شغلة صرت عايش هتريها كابوس مش أحلام صرت أحلام إنه لما السنسر وحشه بالمنام Here I back and take your time كلمات الزئت منك دور الطوحة بالأيام ولا الخازوق الأكبر بس واحد يعمل لك قد أقولك شو أنا زئت مش شرف والخطاب وكي listen your bitches and gentlemen تحكيك كلماتي وقوانين البلبحين أنا ما بعمل قد لبنات ما بعرف فين ولا عندي استعداد أمارس معهم اللعب شفت واحدة بغرفة دردشة قلت لها إنه أنا كتير حلو وكتير كتير أقوى مني بروسلي يا حبيبي يا حبيبتي شفت واحدة بغرفة دردشة قلت لها إنه أنا كتير حلوة كتير أحلى من هاي الفوادي يا حبيبتي يا حبيبي شفتكم مين كان معنا هون يا كان معكم ديار من الـ PR The Palestinian Rappers سهيل النفار جوكر من الدام واحمد سمهدانا هون اللي بيسالني طب على شو بحكوا الله يرحم زمن سيدي كانوا يبعثوا لبعض بالحمام الزاجل واتساب مسان على الناس اللي بالتشات وبالماسنجر خصوصا بنشوفكم عن قريب بس مش على التشات حلاوتكم يا